خلينا ننتقل للحالات الفنيه. نبدا في الصور، نستعرض الصور الحالات، هنلاقي الجبهه اليمين عندهم. بص حضرتك، انا جايب كل الاجوان اللي جابوها. ده ماتش ايه ده يا سامي؟ ده الماتش اللي هو مع الفريق نوازيبو المرتاني. ده في المجموعات. في المجموعات. بص مين اللي رافع رقم 2 اللي هو الباك رايت. ده اكتر اللي هو ابراهيم اكيتا، صانع 19 فرصه. هنا انا هتكلم الجبهه الشمال هنقفلها ازاي؟ هل معلول هيروح لوحده ولا لازم حد يسانده؟ والنهارده المساند الثلاثه اللي في وسط الملعب اللي ناحيه الشمال اللي هو مثلا كوكا لازم يقرب من معلول، والجناح الوينج اللي واقف قدامه عشان تقدر تعمل تقفل الجبهه دي. انت النهارده كهات الصوره اللي بعدها، بص جت جون على طول. كمل الصوره اللي بعدها، هنا بقى الجون. بص يا كابتن اسلام، الجون اللي جابوه في صن داونز ده جون مهم جدا برضو، عملوا ايه في صن داونز؟ انا اقصد بكلمه ان هم هيدافعوا قدامنا ان الماتش كله مش هيبقى دفاع، لا هم هيقسموا الماتش. اول ربع ساعه هتلاقيه دفاع، بعد كده يبداوا يعملوا ايه؟ عرضيات. صحيح. يعملوا تمرير طولي، يعملوا هجمات بالشكل. صحيح. ده عندهم الجبهه دي. بص حضرتك هنا كونزومبي اللي بيرفع. فهنا لازم الضغط على الجبهه اليمين، ما ادلوش مساحه يعمل عرضيه، ما ادلوش مساحه يعمل الريسك في العرضيه. كمل. صحيح. هنا الكره جت جون في صن داونز، ده الجون اللي جابوه في صن داونز. هات الصوره اللي بعدها تلاقي ان المدافع حطها. بص حضرتك هنا جول بيا اللي هو المهاجم طلع وفاضي لوحده خالص والمدافعين سايبينه، وقدر ان هو يسجل من خلال. الصوره اللي بعدها برضو، ده جونهم في صن داونز، ده جونهم في بيترو اتليكو او احد الهجمات في ماتش بيترو اتليكو اللي هو كان في ملعب مازيمبي اللي هو خلص 0-0. برضه كمل. هات الصوره اللي بعدها هتلاقي الكره اتلعبت من اليمين. بصراحه الماتش ده يعني بص كريم كان يقدر يسجل، ما اعرفش خلص 0-0 ازاي. بص كان يقدر يسجلها برضه من اليمين. ضيعوا كميه فرص في الماتش ده كانت غريبه بصراحه. هات الصوره اللي بعدها برضه، هنا ده الجون اللي جابوه في بيراميدز في اللي هو الماتش اللي خلص 3-0. هنا برضه كانت الكره جايه منين؟ من اليمين، محمد حمدي راح ضغط على الباك رايت اتلعبت، ومدافعين بيراميدز كانوا سرحانين. انا بس اتمنى فعلا لعيبه الاهلي ما تركزش مع المدرجات، لان فعلا الموضوع صعب. بص مدرجات قريبه جدا جدا من الملعب وهتمثل ضغط برضه وعصبي علينا. هات الصوره اللي بعدها نفس الشكل. هي على فكره قصه الجماهير، لعيبه الاهلي عندها خبرات كبيره، هو بس الفكره في الرطوبه، الفكره في الشمس، يعني في حته الرطوبه، معدل الرطوبه عالي، لكن حته الجماهير انا شايف ان اللعيبه عندنا تعود. قريبه بس قريبه يا ثابت، صوت الجماهير حد يعني. احنا بنقول مثلا، انا بقول لك ايه، انه الملعب ده الحاله العامه وانت رايح بتبقى مش لطيفه، لكن اللي انت بتقوله ده كله صح. الجماهير والبتاع مش عارف، كل ده بيعدي وبنشوفه كتير، ولكن اللي انا اقصده انه الحاله العامه دايما هو نفس الاوتيل اللي بينزل فيه من سنه 2000 لغايه دلوقتي، هو ما اتغيرش. نفس الاوض ونفس السحالي ونفس التعابين هي نفس كل حاجه موجوده، تلاقيها كده وتسلم. يعني لو الواحد راح دلوقتي سنه 2003 مش فاكر ولا هو 4، رحنا مره مع الاسماعيلي ومرتين ثلاثه مع الاهلي، كانوا هم السحالي والبتاع. فانا قصدي اقول لك انه الجو العام كله ده ما يخوفش على فكره، حاجات كلها لطيفه جدا وكويسه، مفيش اي حاجه يعني يا جماعه انا بهزر، لكن انا اقصد اقول انه في الاخر الجو العام كله كده بس. طيب في تكمله برضو، نخش على اللعيب رقم 7 كونزومبي. هات الصوره اللي احنا، بص حضرتك هنا كونزومبي اللي هو رقم 7 ده عنده اصرار دايما على الدخول للعمق. فالنهارده غياب مروان عطيه هقفل الحته دي ازاي؟ هنا برضو هل هحط كوكا، هحط السلية في حته العمق؟ كونزومبي كمل الصوره اللي بعدها، بص هو جاي منين عشان يشوط. كونزومبي اللي هو اللعيب رقم 7 اللي صورته تحت دايما عنده اصرار على الدخول للعمق والتسديد. كمل الصوره اللي بعدها نفس الشكل، هنا برضو قدام بيترو اتليكو عنده اصرار على الدخول والشوط اللي هو الجناح اليمين. الصوره اللي بعدها برضو الحاله الفنيه اللي بعدها، هنا الجون اللي جابوه في الماتش الاخير في بيترو اتليكو اللي جابها مين؟ كونزومبي برضو من خلال الجبهه اليمين. هنا بقى دي المشاكل الدفاعيه اللي كريم كان بيتكلم عليها، اهم وابرز المشاكل الدفاعيه. المشاكل الدفاعيه في الرقابه في العرضيات هي واضحه يعني مش محتاجه بصراحه. بص بص حضرتك هنا في اكتر 3 لعيبه من فرقه بيترو اتليكو واقفين فاضيين في العرضيه، فانت النهارده ازاي هتستغل المشاكل الدفاعيه الموجوده بحد عنده سرعات، سواء كهربا او سواء وسام ابو علي، حد عنده سرعات، واحد زي رضا سليم، بيرسي تاو عودته مهمه في المساحات دي، تقدر ان انت تستغل الحاجات دي. كهات الصوره اللي بعدها برضه هنا ده مثلا انفراد لصن داونز في ماتش المازيمبي وصن داونز. بص لعيب صن داونز هنا رايح انفراد ضيعها، ده في مازيمبي كمان، ده في ملعب يعني مازيمبي. ده في ارض مازيمبي، فهنا أوكي. هنا برضه كان يقدر مازيمبي صن داونز مثلا يتعادل، فرغم ان هم ملعبهم قوي، انا شايف ان هم سر قوتهم في ملعبهم في ارضهم. اوكي. بس لو النادي الاهلي كامل اقدر اقول لحضرتك كعبنا يبقى عالي، لكن طالما عندنا غيابات
لسه لازم نحترم المنافس بشكل كويس جدا.